يا صباح الفل والنشاط والحيويه. وجه معانا النهارده مع الفقره الرياضيه معايا ومع كوتش حسام. صباح الفل. صباح الفل. ايه الاخبار؟ عامل ايه يا كوتش؟ كله تمام؟ عامله ايه؟ كله كويس الحمد لله. طبعا احنا عايزين نتكلم النهارده عن المشاكل اللي بتيجي من القعده الغلط، مسكه الموبايل كتير، النوم الغلط، الحاجات اللي ممكن تاثر على جسمنا وعلى ظهرنا، وبنلاقي انه شكل الظهر او شكل الجسم اخذ شكل مختلف. مش الانحرافات القوامية بمعنى اوكي بالظبط بالظبط. دي اكيد ليها حل وليها علاج بالرياضة. ده حقيقي. احنا عايزين نعرف الاول، نعرف المشاهدين ايه الانحرافات القوامية ديت وايه الاختلاف ما بينها. تمام. وايه الحاجات اللي بتأثر عليها، وبعدين هنعمل تمارين بسيطة جدا ممكن تبدأ تساعدنا ان احنا نصلح ده. فمبدئيا الانحرافات القوامية ديت هو مش شكل واحد للأجسام كلها، كل جسم بيبقى ليه شكل. يعني مش معنى ان انا عندي انحرافات قوامية فانا لازم كلها نبقى اسطمبة واحدة، لا، هو انا ممكن المهم عندي ان انا يبقى عضلاتي متوازنة. يعني انا عايز العضلة اليمين تبقى قد العضلة الشمال، ويبقى جسمي فانكشنال، عارف يعمل الحركات يعني الاساسية بتاعته من غير الخلل اللي بيحصل او شكل الجسم بيحصل لما تكون عضلة اعلى من عضلة او عضلة اضعف من عضلة. ثانك يو. هي بتبقى عضلة فعلا قوية وعضلة قدامها مقابله ليها عضله ضعيفه، زي مثلا الناس اللي عندهم الراوند شولدر او الكتف اللي هو الطالع لقدام بين قوسين قتب. يعني دي يعني ناس كتيره، دي ناس كتيره بتعاني منها. احنا عملنا عليها فكره، عملنا فقره اصلا عنها، تقدروا ترجعوا لها يعني على اليوتيوب او على القناه بتاعت صدى البلد صباح البلد. احنا النهارده هنتكلم على جزء تاني من الانحرافات القواميه واللي هو الظهر. ناس كتيره بتعاني من الظهر، بيبقى في عندها قرش في الظهر زياده او ما عندهاش القرش ده خالص. فهنبدأ نعمل تمارين تساعد على ده. أهم حاجة إن احنا نعتمد دايما إن ظهرنا مفرود وإحنا قاعدين في المكتب. طبعا. كمبيوتر قاعدين. ما نبقاش فكرة القعدة. شكرا. الكتف طالع قدام والموبايل طبعا. والظهر والرقبة والموبايل. كل الحاجات ديت بتأثر على شكل ظهرنا شوية بشوية. بالمناسبة في ناس بيبقى عندها مشكلة واحدة، إن كتفه مثلا طالع لقدام فجسمه عايز يوازن بدل ما هو يقع لورا، فتلاقيه بدأ يعمل ارش في ظهره، فتلاقي بقى في عنده مشكلتين. أوكي. لحد ما يبقى عنده مشكله كبيره، السي او الحرج الانحناء اللي بيبقى موجود ده. فالنهارده هنعمل شويه تمارين كده تساعد ان انا اقوي عضلات ظهري واعمل بالانس ما بين الجهه اليمين والناحيه الشمال، وفي نفس الوقت الابر مع اللور، علشان نعرف نعمل التوازن بين العضلات، نفرد العضلات. ماشي. فاول تمرين هنعمله هيبقى على عضلات الكتف الخلفيه. هنبدا نعتمد على الوزن اللي ممكن نستبدله طبعا بازازه ميه او باي اوزان موجوده عندنا، بس تكون اوزان متناسبه. اوكي. اول تمرين من التمرينات المهمه قوي ان انا هحرك عضلات كتفي بس، فانا هنزل لتحت ركبتي متنيه وظهري مفرود. انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا كتفي هيطلع لفوق هينزل لتحت. 1 2 3. كملي يا فرح. 4. كملي يا فرح. دي بتعمل ايه؟ انا بشغل الشولدر ريتراكشن ده، الحركه ديت بتشغل عضلات الكتف الخلفيه اللي بتساعدني ان انا افرد ظهري. بالمناسبه نقدر نعملها زي ما فرح بتعملها كده، ممكن نعملها كمان من غير وزن خالص. 2. ونبدا ستيب باي ستيب. ثانك يو. ريحي. ده من الاهم التمارين اللي ممكن تخلي كتفك يرجع لورا. بالمقابل ليه كمان ان انا محتاج اعمل ستريتش. تقدري تسيبي الوزن؟ احنا خلاص؟ تقدري. نقدر نعمل ستريتش للشست، لان هي بتبقى عضله الشست قصيره وقويه، عضلة الظهر بتبقى ضعيفة وطويلة، فعشان كده بيبدأ الشيست يشد الظهر والكتف لقدام. هبدأ أعمل استرتش بسيط جدا، أثبت إيديا ورا ظهري وهطلع بصدري لفوق من غير ما أنزل لتحت، من غير ما أمين خالص، أنا هنا بس. وهحاول إن أنا أثبت ل 30 ثانية. مش مشكلة تاني. لو حسيت بشد أو طبيعي هتحس تنشن أو هتحس بشد بسيط على بالزبط. الكتف والانسرشن بتاعت العضلة أو المنشأ بتاع العضلة. ده عادي. فده طبيعي، معناها أنت ماشي صح. أوكي. بس لو حسيت طبعا بأي وجع بتريح على طول بترجع تاني يعني. 30 ثانية يا كوتش. 30 ثانية ونريح، و30 ثانية ونريح، نحاول نعملها ثلاث مرات. ثلاث مرات. التمرين اللي بعده هيبقى على الأرض. هنعمل تمرين ناس كتيرة عارفاه بس مش عارفة أهميته، هو تمرين السوبرمان. إحنا بننام على بطننا. وهنتفرج دلوقتي هنعمل ايه. هننزل تحت، هننام خالص، ايديا الاثنين مفرودين قدام، رجلي مفروده ورا. ايوه زي سوبرمان بالظبط، او باتمان. وبعدين هبدا الاول اعمل خمس عدات بايدي اليمين لوحدها. 1. برفع رجلي ولا لسه؟ لا، ايدي اليمين لوحدها الاول. 1 2 3
4 5 ايدي الشمال 1 2 3 4 5 رجلي اليمين لوحدها 1 2 3 هايل 4 5 and switch 1 بعدين الشمال 2 3 4 and 5 دلوقتي هنعمل ليفل الاصعب شويه ان انا هطلع بايدي اليمين ورجلي العكسيه اللي هي رجلي الشمال مع بعض 1 عكس بعض 2 مش هفهم ايوه وبعدين بنبدل ايوه 1 and 1 3 4 5 ونريح التمرين ده هيحسسكم بالعضلات بتاعه الابر بادي والنهر بادي في نفس الوقت بعد كده يا كوتش هنعمل ايه بقى اللي بعده هبقى نازل هنا ظهري مفرود وهعمل نفس اللي انا عملته في التمرين بتاع السوبرمان بس وانا في الكوادروبيك بوزيشن او في الوضع ده تمام هطلع رجلي اليمين تتفرد مع ايدي الشمال وارجع تاني 1 نفس الايد والرجل برضو نفس الايد والرجل نفس الايد والرجل خمس مرات بيفيد في ايه التمرين ده 4 and 5 and switch بيفيد طبعا كملي يا فرح بيفيد في عضلات الظهر العلويه وكمان في نفس الوقت عضلات الرجلين وبيفيد بعضلات القطنيه ناحية اليمين وناحية الشمال هحاول افرد رجلي اكتر حاجه ورا بعدها هنحاول نعمل دوت 10 مرات ثلاث مجموعات 10 مرات ونريح 30 ثانيه 10 مرات ونريح 30 ثانيه اوكي نعمل في الاخر نعمل ستريتش الجميل نعمل ستريتش هحاول ان انا ظهري مفرود قوي هشبك ايديا في بعض كده ايوه اي حاجه واحنا قاعدين بتبقى جميله التمارين واحنا قاعدين حلوه قوي طبعا بعدين هبدا احاول ان انا اريتش اكتر مسافه اقدر اعملها وانا ظهري مفرود يعني ما بتنيش كتفي ما بتنيش كتفي ولا هو كتفي بيحاول يبعد بس يعني ظهري بيحاول ياخد اعلى ستريتش من اوكي هنا بحاول اثبت 30 ثانيه بطني مشدوده ظهري مفرود وريح هرجع تاني وانبه ان احنا محتاجين نفوكس الفرق مع الناس القاعده على المكتب بيبقوا قاعدين ازاي القاعدة على الكمبيوتر بيبقوا قاعدين ازاي التلفزيون في العربيه كل الحاجات ديت محتاجين ان احنا دايما نحافظ على ظهرنا مفرود دايما نحافظ بطننا مشدوده نحاول ان احنا نقعد القعدات مش اللي تريحنا وبس لان احنا ممكن نكون بنأثر على عضلات تانيه ونكون بنستسهل ده فنراعي الجزء دوت لان هو بيبقى جزء مهم في حياتنا كلها طبعا شكرا يا كوتش شكرا ليكي شكرا ليكي سلام باي